هات يا رجال براد ومطر وربيع ودوبة ناس. عند البل مرة والله عند درجة الحرارة أنا صراحة ما أقولك يا ما قد رحت يعني رقت برا. قالت أمي خذ لك بطنيتين ثلاث بطنيات والله خليها لي. قلت أنا مو زينة فيها شو يسمون هذيك كرفانة كرفانة حديد ودرجة الحرارة وقتها أقسم بالله تحت الصفر وبعد والله وأنا أروح وين كانت أقول حكى في جودة في الشرقية وقت شتاء 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 أيوة برد برد وأنا جاء وقت النوم وأنا أنسدح أقسم بمن أحل القسمة والله الذي لا إله إلا هو حسيت بطعم الموت طعم خلاص أنا أنحيف وعظامي دقيقة أقسم بالله العلي العظيم أني حسيت بطعم الموت وقتها ياهو من البرد جاء إيه جاء خالي حط علي ثلاث بطنيات ولابس بيجامة ولابس الجزء اليوم ذاك ما رقت لين ودوا رجعت للبيت رجعوني والله شغل مكيف الحال ما في مكيف ودع شو اسمه كرفان وحدي لا انا اقول لك يوم رجعت البيت لا يجيك سخنه اذا شغلت مكيف حار يجيك سخنه يا ولد مره على طاري البل والكرفانه شادين العام مو بالعام ذا العام الاول شادين او اللي قبله قبل 24 شادين للكهفه شنو؟ الكهفه يما الكهفه والكهفيه شددينها وراها بعد شددين البل الوكاد انها مسى علينا الليل ونمنا انا رقد جنب الدريشه البل ولا يفن على الكرفانه لعله جاب وقتها مطر وبرد البل اصطكت البل على الكرفانه وبركت حولها انا تذرع عن البرد والمطر الوكاد يا طويل العمر وانا نايم امشي هناك امشي رجل عنده خلاص الظاهر انه لا عندنا الظاهر في الديار عندكم انتم في دياركم لا وش توكم توه يوم قبل اجي وهو توه ملول لا وش انه الظاهر انه ظاهر خروف شغله مو زينه فيها فرط ها قصدك الرطب صدر في شيء يقول هذا ها صدر في شيء يقول شغله الحين لا اتوقع لا 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 الظاهر انه مخر خلاص لا احنا يوم قبل اجي البرنامج كم يوم يومين يقول ملون 15 يوم والله ما ادري عنها يمكن الوكاد عبد الله عندنا احنا على ظهر السالفه خل اعيدها عشان تسمع من البدايه على طاري طر الكرفانه والبل نشدين يم الكهف والكيفيه قبل 4 سنين وبوقتها بعز الشتاء امطرت علينا وموت برد يكسر العظم زينتك وجدت مطر الوكاد ان البل ولا يفن على الكرفانه بركت حول الوايت اللي برك حول الوايت واللي جصتك على الكرفانه وبرك حوله أنا نايم جنب الدريشة داخل فمان الله ومعزرن الله فيني من البرد متذرب بطانيتين وفراش سفري صك علي ألبهم قومني أبوي الفجر قبل الصلاة بساعة قلت هي طيب وأنا أرجع أعود أرقد يوم سمعت صوت باب إني قمت يوم قمت إلى وجهي على الدريشة أبى أناظر النور قد ظهر ولا لا سبني نمت ساعة يوم التفت إلى واحدة من البل مدخلة زقمها على الدريشة وملصقة وجهها على القزاز يوم نظرت إلى وجهها في وجهي وبليل الموت الحمر ونذل وأنا أقوم وشرط وادخل وتحت الفراش وأصك الفراش عليه كله السفري والله وبالله وتالله ذاك اليوم ما رقت إلا ما قمت من الفراش من الخوف إلا الساعة 8 الصبح وصليت الفجر الساعة 8 الصبح أخو خوف الموت يا ولد والله يا شوف تعرف العجب العجاب ولا وتنافط قلت الحين بدخل عليه مع الدريشة أخو وما إيه وما فيه ده إلا قلته طراها الكرفانة هو الكرفانة مرتين مرات ثمان زرعة كاشتين كلنا أنا وعماني وخوالي وجدة كلنا جالسين ببعض جالسين وين فا يسمون هذي نسيتها
الرشاش اللي يزرع جالسين فيه تكين يوم الاثنين جينا بنمشي نشيل الاغراض اثرنا وبيدخل مخباه عمي بيدخل ايده المخباه حسب السياح انا سياح هاي صايح هذا قصته عقرب والعقرب شنو هي الصفرة خبرها دخل مخباه في مخباه دخلت المخباه وقرسته هاي صايح انت في الموقف ذا اصلا المفروض تدارك وضعك وتشوف انت شو بتسوي تهدي وتراجع تهدي وتشوف بس ما لا ما لا ما لا كلهم صايحون عماتي وهاي صايحون ليش ما في الا عمي شو اسمه عمي هو هذا اكبر واحد وعمي الثاني مع اهلنا وكل شيء بوديهم قال امشي يا خالد معي قلت انا بسوق عيا انا كنت وقتها عمري 17 سنه ما اعرف اسوق وش سوينا ربطنا ايده ربطني ايده وش سوى يسوق بيد وحده انا شادني ايده هو يسوق بيد وحده على كامل اقسم بالله ان مسرعين صراحه احنا وقتها في قريه وتبعدنا بعد عن المستشفى 60 كيلو ان المطبات سفري ان والله نبغى نصب 3 مرات اليوم ذاك بغير نودع اذر سبحان الله الظاهر في حديث الاثنين والخميس ما فيها في سم ما ادري هي صحيح ولا لا يقال لان الاثنين اول خميس ما فيه في العقرب سم ما اظني انا ما ادري على صحتها وروح المستشفى انتوا يوم الخميس ليش الجمعه لا الاثنين يقول الاثنين والخميس يقولون في حديث ما ادري اسمع لي كلام بس عكس الظاهر انه العكس ما ادري هو وقت هو يقول ما تدفق سمها ليله الجمعه متى ليله الجمعه والخميس ليله الجمعه والله ما ادري يكون فيها سم بس يقول اليوم اللي ما يجي اذا ما فيها سم ما ادري انت المفروض الموقف ذا انا وش الحكمه الموقف ذا انك انت اذا وقعت في الموقف ذا وبما ان احنا في وقت فيها الدبان والعقارب طالع كثير الله يكفينا الشر وذا انك انت شو تسوي وقت الموقف ذا وش بتسوي خش على الارض الوقت ذا اول حاجه ما تمص الدم يا ذا والله صدق هذا يضر يقولون انك لازم انك جاك عقرب ولا ذا لازم انك تسحب السم فهمك لا ما هذا يضرك تحط شيء بارد يقول شيء بارد وفيها لا تقرا عنها اشياء تربط يدك تحط عليها لا حتى تربط يدك انت تحيط تحجر الدم السكين وتعصره لا تحجر الدم فيه معلومه سمعتها من واحدة من قرايبنا من محارمنا الوكاد انها انقرصت ظهر انها ما الباها من النار انقرصت وجابت الغاز وحطت الغاز عليها على نفسها القرصه ولا راحت الدكتور ولا مهزمه يا ولد هي يا اخي خليك ثقه فينا بس انه فيها انواع من انواع مثل استغفر الله الله يكفينا شر يا رجل استغفر الله اصل يا رجل ترى القبر اصل القبر دبس سوداء والكوبرا قشرة يا رجل في ناس يلعبون معها يلعبون بها هات حينت اللي لعب معها قلتها قرصته يا رجل ما يلعب معه حتى اللي يربي حيوانات مفترسة يا ولد ما يصير والله ما يصير أنا جيت الواحد مرة من أخوياي جيت عنده ذيب أقسم بالله ذيب جيت يقولون إذا جيت الذيب ذا وفيك شيء بيهاجم عليك وأنا جيه هو يقولون زي كذا انا اجي وتكي عندي شوي واجي اسمع والعب قام ما يسوي شيء والعب والذيب ينقز في الحرب ويقوم يتعب وانا اناظر شوي اتضارب وياه فكر لحكتفي مخشي منه جنت فيك بلا لا ما فيني بلا والله ما فيني بلا هو يقول زكي جلست معه بس لعبته من سويت ما ادري سويت استفزيته يترى الذيب والكرامه عنده ما بكره انا سويت ايه الذيب ما يرضى الذل ما يرضى احسن ليش يطلقون به الرجال يقولون ذيب انت ذيب ليش يقولون ذيب ليش ابو عبد الله وانت ابو علي ليش يقولون ذيب